مشاهدينا الأعزاء، أسعد الله صباحكم عن جديد. تحياتنا لكم وين ما كنتوا عم بتتابعونا. ما زلنا مستمرين معاكم أكيد بفقراتنا، فقرات برنامج جوك عبر منصات التواصل الاجتماعي المختلفة الخاصة بموقع طقس العرب. وزي ما بتعرفوا يعني من أيام مملكتنا الحبيبة تتعرض لمنخفض خماسيني، صنفوه طقس العرب الزملاء بطقس العرب من الدرجة الثانية نظراً لشدة الرياح اللي ممكن تكون مترافقة مع هذا المنخفض. وبالتالي أكيد مشاهدين الأعزاء شدة الرياح هاي بتعمل على إثارة الأتربة والغبار في الأجواء، يعني زي ما إحنا عم نشاهد وعم نشوف، ويمكن نسى تركيز الغبار يرتفع أكثر بأجواء عاصمتنا الحبيبة عمان. يعني يوم أمس كنا عم نتحدث عن نصائح لمرضى الجهاز التنفسي ويعني مرضى أيضا الربو بالأخص، واليوم برضو كمان راح يكون معانا على الهواء مباشرة حاليا الدكتور معاد الحسن أخصائي الطب وجراحة العيون، لنحكي أكثر عن تأثيرات هاي الأجواء على العين وصحة العين. دكتور معاد الله يسعد صباحك. الله يصبحك بالخير وصباح الخير لكل المشاهدين. الله يسعدك دكتور. يعني بصراحة أنا بديش أخفي عليك، بجوز اليوم صباحا لما صحيت فعلا حسيت بجفاف بالعين، حسيت فيه بجوز يعني أتربة يعني بالعين. يمكن في معاناة بين الناس، خلينا نحكي على موضوع الغبرة والعيون. دكتور نحكي أكثر عن هذا الموضوع. صحيح سيدي، هسه خصوصا يعني بخلال الجو الموجود هسه رياح خماسيني، كثرة غبرة بالجو، هاي كلها بتؤدي لزيادة الاحتقان الموجود بالعين. انت زي ما بتعرف طبيعيا الوضع الطبيعي يعني بغير هاي الأجواء بتكون الهواء نقي، بتكون العين فيها زي صفاء. ونس احنا صار في عنا زي غبرة، هاي الغبرة انت بتعرف بتؤدي الى زيادة افراز بنسميه يعني جزء بالجسم يعني بنسميها الهستامين. الهستامين يعني لما العين تنزعج يدخل فيها غبرة راح تعمل ردة فعل طبيعية للعين انه بتقوم بافراز مادة الهستامين. مادة الهستامين بتزيد من تعمل دايليتيشن أو توسع في الشعيرات الدموية، مما يؤدي إلى احتقان في العين، بالإضافة إلى بتؤدي إلى في بصير في عندنا زي حكة شديدة في العين. نعم. مع إزعاج مستمر في كلتا العينتين. طيب دكتور، السؤال هل في فئة معينة من الأشخاص ممكن تكون عندهم رد فعل تحسسي عالي اتجاه هاي الأجواء، أو ممكن في أمراض معينة في العين بتحتم على الناس المصابين فيها أنه بهاي الأجواء يديروا بالهم أكثر؟ نعم، في طبعا الناس الأكثر عرضة للإصابة بهذا الشيء أو الحساسية هاي، في ناس عندها زي رمد ربيعي، أو في ناس في عندها بيكون عندها حساسية موسمية. حساسية الموسمية انت بتعرف يعني ممكن تصير في خلال فصل يعني احنا بنحكي هلا بداية الربيع أو نهاية الشتاء، وبس أكثر فترة يعني احنا بنشوفها ما بين فصل الربيع وفصل الصيف. الناس الأكثر عرضة للإصابة بهذا الشيء الناس المصابين بيكونوا بما يسمى بالرمد الربيعي. نعم، يعني مرضى الرمد الربيعي ممكن دكتور انه هاي الاجواء تكون ابدا مش مناسبه لهم. في عندي سؤال كمان بدي اساله، كثير منا بهاي الاجواء او ممكن بس يدخل غبره بعينه بيقوم بفرك العين وخصوصا الاطفال، شو ممكن الواحد يتصرف اذا مثلا فعلا دخل غبره بعينه، او اذا حس حاله خلال هاي الاجواء في جفاف بعينه؟ ممكن نستخدم القطرات المرطبه؟ ممكن يكون في اجراء معين عشان احنا نقدر نتفادى موضوع حكه العين يعني وممكن ناذيها؟ سيدي صحيح، هذا يعني سؤال ممتاز. هسا احنا الاشي اللي بنمنع مرضانا عنه هو حكة العين. يعني اذا الانسان مثلا طبيعي صار في عنا ازعاج بالعين، انا دائما بنصح المرضى انه اول اشي نستخدم كمادات مي باردة ممكن تخفف من الإزعاج الموجود بالعين. وممكن إحنا بعد ذلك إذا يعني ما تم السيطرة على هذا الموضوع ممكن استخدام قطرات للعين. يعني إحنا ممكن نصنف الحساسية إلى بسيط ومتوسط وشديد.
هلا اذا نعم كان مثلا الوضع بسيط ممكن ينحل بكمادات مي بارده بسيطه. بعد ذلك ممكن نستخدم احنا انواع من القطرات، يعني قطرات مضاده للهستامين او قطرات فيها كورتيزون بسيط عشان نمنع الاحتقان والازعاج الموجود بالعين. هلا فرك العين سيدي، فرك العين لما احنا نقوم بفرك العين يعني عمليه الفرك نفسها بتؤدي الى ابراز ميدييترز او عوامل مواد كيميائية، هاي المواد الكيميائية بتزيد من التهيج الموجود في العين، بالإضافة نعم ممكن تؤثر عكسياً على قوة الترابط ما بين جزيئات قرنية العين. فالناس اللي عندها رمد ربيعي وعم بتحك عينها كثير خصوصاً الأطفال ممكن هي أكثر عرضة للإصابة بمرض القرنية المخروطية اللي هو شائع كثير عندنا بمنطقتنا يعني. نعم دكتور، خلال هاي الأجواء ما في مانع إنه خلينا نحكي الناس الطبيعيين اللي ما بيعانوا من أي أمراض، ما يمنع إنه يكون في قطرات مرطبة معينة إنه الواحد يستخدمها من الصيدلية عشان يظل محافظ على ترطيب العين، صحيح هذا التصرف خلال هيك أجواء؟ ما في اي مشكله، هي قطرات عشان اذا مثلا الغبر اللي زي هيك ممكن احنا نعطي قطرات مضاده للهستامين. هلا القطرات المرطبه بتساعد وبتخفف من مثلا الازعاج الموجود عندنا بالعين. 100%. يعني أنا من الناس اللي دكتور يمكن لساتني بحس حالي عم بعاني من تبعات عملية الليزك مع إني من زمان عاملها، بس بحس إنه نعم ببعض الأحيان لما تكون مثلا الصوبة شغالة أو التدفئة شغالة أو أكون نايم وأصحى بحس بجفاف، بهاي الأجواء بحس برضو كمان بجفاف، فبحس إنه حتى بعد عمليات الليزك أو بعد أي ممكن إشي تسويه بالعين لازم يظل في اهتمام بموضوع العين، صحيح؟ طيب نعم نعم سيدي صحيح 100%. هسا خصوصا احنا بهذا الجو، يعني اذا في شايف انا كونديشن هسا ونس انه احنا بنتعرض لتيارات الهواء، تيارات الهواء بتؤدي لتبخير السائل الدمعي، تبخير السائل الدمعي بيعمل جفاف. وكمان حياتنا هسا صارت شايف، يعني مثلا احنا عبر زوم يعني عم نحكي، فاحنا كلها سمارت فونز، كلها سكرينز، فبرضه ميب. كمان احنا هذا بيزيد من جفاف العين. ف يعني كأداة كتكيف مع نظام الحياة لازم نستخدم قطرات الترطيب بحيث إنه نخلي العين رطبة يعني. 100% دكتور، أنا بدي أشكر وجودك معنا، الله يعطيك ألف عافية، إن شاء الله لنا لقاءات قادمة بنحكي فيها أكثر بتفاصيل أكثر عن بالأخص كيفية الاهتمام بالعين ونعمة النظر اللي الله أنعم عليها فينا، يعني مهمة جدا إنه نحافظ عليها ومهمة جدا إنه نهتم فيها، بدي أشكر وجودك معنا ويسعد صباحك مرة ثانية. يعني تشرفت سيدي بوجودي معك، الله يسلمك. وإن شاء الله يعني صباح ألف صباح خير لكم ولجميع يلا المشاهدين. ان شاء الله دكتور. الله اذا يسعدك. مشاهدينا الاعزاء، يعني زي ما سمعنا وزي ما يعني اخذنا معلومات من الدكتور معاذ الحسن اخصائي طب وجراحه العيون، ننصحكم ديروا بالكم على عيونكم وديروا بالكم على حالكم، نكمل معاكم ان شاء الله ببرنامجنا ومع اخر فقره راح تكون مع زميلنا محمد الشاكر نحكي بشكل مفصل وموسع اكثر عن المنخفض الخماسيني اللي بياثر على مملكتنا، خليكم معنا.